منذ الستينات يقول لكم أنه المغرب تميز بأنه في ذاك الوقت لجل إلى ما قلتش كل البلدان لعاد خدات الاستقلال نامية في الاختيارات التنموية ديالها الكبرى راهنت على الصناعة، لأن الصناعة كانت هي مثال ترجمة ديال التنمية. المغرب تميز بأنه قال لا أنا غادي نراهن على الفلاحة. طبعا ما كنتكلمش على المرحلة ديال 58 61 62، كنتكلم ما بعد الأزمة المالية والمجيء ديال المنظمات الدولية في 63 64 اللي من ثم تبلورت الاختيارات الكبرى. إذا المغرب قال، قيل لنا في ذاك الوقت بعد في النقاش اللي عندنا نتكلموا، عندنا واحد المؤهلات ديال بلد فلاحي مزيان. ثانيا تميزنا ايضا بتمييز اخر، انه ركزنا على الماء، حيث انه وكنظن بانه في الظروف القائمه انا غادي نرجع لها، المغرب كان دائما بلد شبه جاف. وثانيا ديك الشويه ديال الماء اللي كينزل غير موزع مجاليا بصفه عادله، حيث انه دائما كنعرفوا 10-15% ديال المساحه المجال ديال البلاد كتستقطب 70% ديال التهاطلات المطريه. اذا هذا واقع كان قائم، ويمكن نظريا نتفهموا انه كل سياسه من شانها، قبل ما نتكلموا على السدود نتكلموا على ضروره ضبط الماء لا ميتريز دو لو. اذا اي سياسه كتطمح باش تدير اليات تجهيزات اللي غتضبط الماء هي مزيانه حميده. طيب إذن هاد من البداية كانت هاد التمييز الفلاحة الماء. ودابا 60 عام من بعد، وأنا غادي نرجع أيضا للمعطيات لأن خصها تقال، كنشوفوا ما كنعيشوا شيء غريب، مفارقة غريبة، أنه هاد السؤال بعد عقود ديال الاستثمار وديال التجهيز وديال التأطير مجهودات مهمة جدا، الحاصلة ها هي اللي كتشوفوا حيت في الخوتي. ودابا الخبر اليومي هو التعليمات ديال الولاد باش تحد في الماء هنا ونحد الماء هنا ونحد الماء هنا. كان دابا كنتكلموا حتى على الفلاحة، كنتكلموا على الماء على الحمام. إذا هذه المفارقة اللي غريبة، أزمة مائية خانقة وتبعية غذائية فائقة. هيا طبعا في النقاش دابا النقاش القائم يقال لنا طبعا أولا تحولات المناخية مزيان مرحبا كاينة طبعا طبعا، يقال لنا كاين اودي كاين هنا وهنا من ما اشياء كتبان باينة، كاين مشكل ديال سوء التسيير، الحكمة كانت مشاكل ديال التسيير. طيب مزيان كان قبل هذا يناقش، ولكن اللي ما باغيش يتناقشوه هو أن الأصل والدائم هما الاختيارات، الاختيارات المؤسسة
اللي جعلت، وهذا إذا كنت طلبتي مني نعطي عنوان التدخل ديالي، غادي يمكن نقول لك بأنه الأزمة بين القدر، إيه كاين واحد الجزء ديال القدر السماء، ولكن البشر، مسؤولية البشر، اختيارات البشر هي اللي خصنا نناقشوا فيها. إذن هذا التدخل يعني غادي نحاول في الحقيقة كني نقول لكم بأنه هي يمكن الواحد يعودها بحال سردية أغيسيف. أنا كنقول سي بحال أون كرونيك دون كريز أنونسي، وقائع واحد المسلسل ديال أزمة معلنة مسبقا. وما يمكنش، وأنا أعطيكم غير بعض الأرقام بعض المعطيات اللي كتبين بأنه اللي غريب في الأمر هو أنه المسؤولين تيظهروا لنا وكأنهم كيكتشفوا العجلة، والحال أنه هاد الأشياء اللي غنقول لكم والصلب ما سأقوله راه ما هو لا ديال 10 سنين ولا 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام، في الأصل راه خرج من الخيمة مايل وأعطى ما أعطى اليوم. إذا أولا المعطيات ونعطيكم شنو؟ يعني ثلاثة ديال الأرقام، دابا غنغرقوا في الأرقام، ولكن تنظن بأنه أساسي باش نحطوا الأشياء، نعطيكم ثلاثة ديال الأشياء اللي هي أساسية تبقى. الأولى راني قلتها، راه ما نكذبوش على راسنا، المغرب بلد شبه جاف وتفاوتات، ها النقطة الأولى قلتها. ثانية، راه التحولات قائمة منذ 1945، دابا عندنا أرقام على المدى الطويل، اش كتبين؟ دابا حنا إلا تشوفوا في حتى يمكن لي نقول لكم أول دوكيومون اللي يتكلم على بدل شوية هو لو ليفغ بلون ديال الخريج المعهد هذه السنة وبعد ثلاث شهور، اللي بدا كيقول اودي راه داك 22 مليار ديال المتر مكعب اللي كتعايشوا لنا من شحال هذه مدن راها ما كايناش، وكنعطى بين 10 واحد لا لا بين 10 و 15 مليار مزيان، ولكن نشوفوا قراوا بلي هذاك دائما 22 مليار 18 مليار ديال السطحيه و10 و4 مليار جوفيه. دابا كاين احصائيات على مدى 70 سنه، اش كتقولنا؟ اولا الى خدينا المعدل السنوي من 45 ل 20 من 1950 ل 2020 كنصيبوا غير 18 مليار. الى خدينا دابا من 1979 هذه بعيده راه حطت 15 مليار ما كايناش، اي منذ 40 سنه احنا كنعيشوا على اوهام، كيقولوا لنا 22 مليار 15. شنو قلنا بركه انكور هذه بعض الايام؟ خلال خدينا ال 10 سنوات الاخيره غير 7 مليار، 10 سنوات الاخيره لا موين، دونك سافي دي دوبي 10 ans رحنا على الموين ديال 7 مليار. لا بيريود 2000 غير 5 ديال 5 سنوات 17 23، 5 مليار. ونزيدكم دابا كاين واحد لو ان سورت دو بالانس خرجت في الصحافه ديك السيمانه، اش كتقولنا؟ كتقولنا من جهه اذا كاين 5 مليار لوف جلوبال، اي كلها العرض قبلتها 16 مليار، جوج الشرب ولا اشياء اخرى 14 الفلاحه 14. اذا هاج حاجه الفلاحه اليوم
هالطلب فين هو العرض؟ انا كنظن بان هذه ارقام كان ضروري انني نحطها، لانه ما يمكنش ندخلوا في النقاشات وفي هذاك بلا ما نحطوا. وما كاينلاش نزيدكم الاكثر، الحقيقه هي انه الجميع تعرفها دابا، دي سيشخيش بلو فريكونت بلو لونغ بلو دور، اي جفاف اكثر حده اكثر طول اكثر وتيره، هذا الشيء كله كتعرفوه ما كاينلاش. طيب ها المعطيات دابا الى بغينا نفهموا نحاولوا نفوشوا وقعنا. قلت لكم سي تان ريسي، غادي ثلاثة ديال المحطات بسيطة. كاين البداية، التأسيس، أي الاختيارات المؤسسة، كاين المنعطف ديال الثمانينات والتسعينات، كاين الهروب إلى الأمام منذ 15 سنة مع ما سمي بالمغرب الأخضر. ها هما ثلاثة ديال المراحل، إلا غادي تعطيني شوية ديال غنحاول نقول ما هو أساسي في كل مرحلة. قلنا التأسيس ما غنطولوش بزاف، قراو الأدبيات كلها اللي كاينة ومتفق عليها. شنو نقولوا؟ ديره مين عطينا الأولوية للفلاحة؟ راه في الحقيقة ما عطيناش الأولوية للفلاحة المجال القروي، عطينا الأولوية لواحد الصنف معين ديال الفلاحة اللي جا مزدوج مع ما سمي بسياسة السدود. ها الفلاحة ها الماء. النموذج هو نموذج ديال ذاك الفلاحة العصرية، التحديث لا مودرنيزاسيون. نسينا 95% ولا أكثر ديال العالم القروي ديال الضيعات اللي هي الفلاحة المعيشية والعائلية. الموديل رجع هو الفيرما الحديثة، وطبعا من جا الماء أعطى واحد النفس، واحد السبب اللي هو قوي للتحويل الى التصدير. وخصكم تفهموا هذه القضيه لانه راه منطق، الا ما فيناش المنطق ما غنبقاوش هنا. لانه شو مين كدير في ذاك الوقت؟ شنو هما الشدود الكبرى، وشكون هو اللي غيقوم بهذا الشيء؟ هي الدوله، هي الماليه العموميه على ديون. الدوله ما عندهاش فلوس، ازمه ماليه، اذا غادي تقترض باش تبني سدود باش تسقي. باش ما كان يحكى في ذاك الوقت، باش يمكن لك ترد تسدد الديون. طبعا خصك دير في ذاك المجال اللي غتجيب له التحديد وتجيب له الماء وتجيب له السقي وتجيب له، خصك دير منتوجات كان يقال تقول اهوت فالور كوميرسيال، من بعد كنقولوا اهوت فالور اجوتي، المهم مربحه وبالعمله الصعبه، مربحه بالعمله الصعبه. إذا التوجه نحو استغلال المياه عبر السدود الكبرى ماشي الصغرى والمتوسطة، هذا نموذج آخر. كان الاختيار نموذج ديال السدود الكبرى. ندخل ما ندخلش في لي ديتاي الغرافيتير، هادو سي دي شوا تكنيك اسونسييل. المهم السدود الكبرى التصدير مزيان. دابا السياسه اونكور فوا ديال، نقول لكم ما عندناش الوقت، ولكن الا حطيتي اسئله نرجعوا، لانه هذا الوقت باش، لان السياسه السدود حاكمناها وناقشناها منذ عقود ايضا ما لها وما عليها، ولكن اسمحوا لي دابا اليوم عاود النقاش رجع بحده. علاش؟ لانه من بين، انا قلت لكم انا مثلا السياسه السدود كان عندها بلاها، كانش نقولوا ماشي كل شيء كحل، لا ساهمت
ماشي غير بالنسبة للمناطق المعنية، ما أيضا في تطوير بعض المنتوجات اللي كتوجه للطلب الداخلي، الحليب مثلا، السكر، ماشي زعما، ولكن 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 مشكل ديال لا توازن في لافيكتاسيون دي غوسوس، اي انك كتخبط امكانيات هائله. راه ما تنساوش هادو كتبناها وعطينا الاحصائيات على مدى، راه الثلثين ديال 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 الموارد الماليه اللي كتمشي للفلاحه راه كتمشي في الحقيقه في السدود على مدى عقود. اذا هذا التركيز موارد مهمه على اقل من 10%، اقل من 10% ديال المساحه، كون انه وقع امتياز اختيار بريفيليج لي كيف قلت منتوجات للتصدير على حساب المنتوجات المعيشيه، كون مثلا مشاكل كبيره ديال السيستم غرافيتير وفي علاقه مع الماء، وما يجيش واحد يقول لنا هنا الكوتا كوت راه عاد جا من بعد، راه في الستينات الكوتا كوت كانوا في مناطق متعدده وكتعرفوا العلاقه بين الغرافيتير، 40 45% ديال الماء كيمشي كيتبخر. اذا ما غادي ما عندناش الوقت مالوغوزمون باش نطولوا بزاف في هذا العلوم. اللي باغي نقول لكم هو انه دابا شنو هو، ما هو جديد، ما هو جديد في النقاش، لان هذا نقاش طويل وقليل. شنو هو الجديد؟ الجديد هو انه اليوم عندنا 153 باراج سد كبير بالمعيار الكبير خاوية. هذا هو السؤال الكبير، اي انه وكنقولوا راه ماشي با ماشي غير انتري، لانه اتونسيون قول 23% 23% ديال هذاك سي اون موين، زول بعدا غير وحده، زول غير البراج الوحده اللي راه بوحدو فيه مليار ونص، راه ما راه عمليا الاخرين خاويين، مثلا نهضروا شي غير هكذا.